زهير مراد، أول شيء بدي أتشكرك على استضافتك، وبدي أتشكرك أنك قبلت فكرتنا والمشروع وقدرنا نحط إيدنا بإيد بعضنا تنقدر نعمل هالمشروع للبنان ولبيروت. أنا كمان بدي لكم مرسي، لأنه كمان لي الشرف أتعاون مع جريدة النهار ومعك بهالكولابوراسيون هيدي اللي بتذكرنا بشي حدث كتير قليم، بس بركي منقدر نعطي عنه صورة شوي فيها أمل للعالم إن شاء الله. قبل ما نبلش بالمشروع نحكي عن المشروع، بأربعة آب الساعة 6 زهير مراد وين كنت؟ كنت طالع من المبنى من هون، كان لي شي 10 دقايق رايع على البيت، وسمعت الانفجار قبل ما أوصل على البيت بشوي. ما عرفت أول شيء شو صار، بعدين بلشت العالم تحكي إنه في انفجار على البور هون، يعني ما عدت أعرف شو بدي أعمل صراحة، يعني كانت لحظة كتير بشعة. ما عرفت شو بدك تعمل، بس بهاللحظة قلت عن مين بدك تسأل؟ دغري تذكرت الأكيب أو التيم يلي بيشتغلوا معي بالبناية، نحن تقريباً فوق 200 شخص. ما كنت عارف قدي منهم ظهروا قدي منهم بعدهم، حدا صار له شيء للكونسييرج للموظفين، انه الشركه، لانه احنا بتعرفي مش كلنا بنشتغل على الدوام، في ناس بتتسهر في ناس بتطول، كل واحد حسب ما يخلص شغله. فما كنت عارف كيف بدي ارجع لحتى اطمن، وبنفس الوقت على المبنى انه كمان انه شو صار فيه، انه لاي درجه الضرر، العالم شو صار فيها. وهله كانت مثل الكل. بدك ترجع تشوف المبنى وتشوف الأشخاص قبل ما تشوف المبنى، لأنه ما حبيقول الأرواح أهم من الحجر. بس هاللحظات اللي واحد عم بيرجع يشوف بيروت كلها مدمرة، كل البنايات مدمرة، الدم على الطرقات، يعني بعتذر عم بوصف مشهد كتير بشع، بس هيدي الحقيقة اللي عشناها، الإزاز بالأرض مثل السكاكين. شو هالشعور يلي انتابك؟ شو حسيت؟ ما فيني خبرك الشعور اللي عشته وقت وصلت تقريبا على منطقة النهر وكانوا مسكرين الطرقات، اضطريت انزل مشي واجي من مارم خيل او من برج حمود تقريبا للجميزة لهون مشي، وشفت فيلم رعب عن جد، يعني كيف الافلام شفت اكثر. الجتات، العالم المتصاوبة، العتمة، الصريخ، صوت الأمبولانس، الردم، البلاكين، السيارات المقلوبة، يعني كأنه ماشي بشيء أول مرة، يعني ما حتى ما عرفت الطريق. وصلت على مفرق البناية، لو كنت بلشت تعتم الدنيا صارت شيء يمكن 8 بالليل، ما كنت أعرف الطرقات ولا أعرف البنايات ولا أعرف العالم وعلى الشوفات وعلى الصريخ. أكيد هيدا المشهد مش ممكن أنساك حياتي، يعني مثل ما كتار كمان مشهد مش ممكن تنسيك حياتك، وكل واحد منا مش قادر ينسى هالمشهد. وفي كتير ناس اليوم، مش كتير يمكن الكل، تما أقول كتير ناس، الكل متضرر، متضرر جسديا منهم ومتضرر نفسيا، الكل متضرر نفسيا، والكل بعد عنده هالرعب، بعد عنده رعب عن الصوت، عن كل لحظة. اليوم قديش فينا نحنا نستقوى، وقديش زهير مراد استقوى على حاله تيجرب، مش رح نقول ينسى، بس انه يتناسى تيقدر يكمل ويرجع يبلش عن اول وجديد. وقديش اليوم زهير مراد بعده قاعد بلبنان ومصمم انه يبقى بلبنان. انا من خلال اذا بدك انه اخذت قرار صلح المبنى اللي بنيته بعرق جبيني لسنين لاول مره، وتهدم تقريبا كله، ما بقي غير البيتون، قررت من ورا ارجع اني رممه وصلحه، اعطي رساله للشعب اللبناني انه نحن ما فينا نوقف اذا صار معنا هالاكسيدان الكثير بشع، ما فينا نوقف عنده وتوقف حياتنا، انه الحياه بدها تستمر، وكل انسان معرض لمصايب، مشاكل، قصص تصير معه، في حياه بدها تستمر، في جيل جديد بده يطلع، في هيدا بلد بالنهايه عمره الوف السنين، اذا لا انا ولا انت ولا هيداك ولا غيرنا انه فكر بهالطريقه، البلد بيرجع لورا وبيتدمر اكثر، وبالنهايه البلد هيدا بلدنا، يعني نحن بالنهايه بدنا نعمره، يعني مرق عليه كثير حروب، مرق عليه كثير مشاكل، ان شاء الله بتكون هيدي نهايه الاحداث والاشياء اللي عم تصير بهالبلد، وبيرجع بيقوم وبيصير احسن من قبل. اي وقت قررت انك ترجع ترمم؟ يعني قديه اخذك وقت انك تاخذ هالقرار؟ دغري امنا لوكيشن ثاني، طمنت بالي انه الشغل حيضل مكمل. اول فتره ما بقدر اقول لك ما اجاني شعور انه
انا واخواتي اللي كانوا بيشتغلوا معي كمان بالشركه انه نترك لبنان نهاجر، لانه المصيبه كانت كتير كبيره عن جد وبعدها كبيره. بس بعد ما قطعت فتره كنت فكرت فيها كتير انه اي بلد بدي نقي، وين بدي اعيش، كيف بدي ارجع اسس من الصفر، كيف بدي ارجع اعمل تيم، لانه نحن بالنهايه انه شغلنا هو تيم ورك. اذا ما كانوا التيم تبعك بيفهموا عليك متعودين على شغلك انه بترجع كانه صعب الشغله. فرجعنا اخذنا قرار انه لا، لبنان مش اول مره بيصير فيه هيك، قطع بكثير ظروف اصعب، لازم انه نفرجيهم انه احنا لا باقيين وحنرجع نعمر لبنان وحنرجع نكمل قلب بلدنا وما حيقدروا يهجرونا من هون. هون سؤالي، نحن باقيين، نحن بدنا نكمل، دائما كلنا بمحل بنقول انه يمكن لازم نفل، شو بعدنا قاعدين عم نعمل هيك، بس لا، عنا رساله متمسكين بهالبلد، مسؤوليتنا هالبلد، وبذات الوقت دائما بنقول لبنان طير الفينيك اللي لازم يرجع يقوم. حتى في جمله اول ما اجى الرئيس الفرنساوي استعملها اللي هي جمله من شعر لست ناديه بتقول انه بيروت ميل فوا مورت ميل فوا ريفيكي، انه اليوم كل مره بنرجع بنقول بيروت بدها ترجع تقوم، بيروت بدها ترجع تقوم. اليوم كشخص، كإنسان، زهير مراد الإنسان، زهير مراد رجل الأعمال، وزهير مراد المصمم يلي كمان بده مجال، بده أنفيرونمون يكون عم بيأمن له إياه تيقدر يعطي أكثر وأكثر ويرسم ويتطور. اليوم قديش هذا الشيء صعب نحن نكون قاعدين بعدنا بهالبلد وعم نشتغل هالشغل كله وعم نضحي وعم نناضل، ساعت اللي كمان نحن بعدنا اليوم بعد سنتين من الانفجار وقبل الانفجار عندنا حالة اقتصادية، كريزة اقتصادية، خبز، بنزين، مازوت، ما عندنا كهرباء، يمكن عندك كل شيء بيقول لك عندك مشكلة موتور، كيف بدك تأمن المازوت، كل هالأمور يلي نحن بعدنا عايشين فيها، قديش نحن لازم نآمن، قديش عندنا قوة بداخلنا نقدر نآمن ونحن حتى محطمين من داخلنا. ليكي، هو الإنسان اللبناني بتاريخه معروف قد إيه إنسان جبار، قد إيه إنسان بفكر بطريقة بوزيتيف وبحب الحياة. يمكن هذا الشيء نحن ورثناه عن الاجيال اللي قبلنا، يمكن زرعوه فينا من دون ما نحس. اذا انا فكرت اني هاجر وغيري فكر يهاجر وغيري فكر يهاجر، انه مين حيضل بالبلد بالاخر غير الختياريه المقطوعين من شجره؟ ما هلا عم نشوف الشباب كلهم، يعني الصبايا والشباب عم يتخرجوا من الجامعات، عم يقعدوا سنين بلا شغل، عم يضطروا يرجعوا يهاجروا او يشتغلوا بمبالغ زهيده برات لبنان لانه مجبورين، او تلاميذ اذا اهلهم شوي مرتاحين او وضعهم بيخلون يقدروا يتخصصوا برا. بس بنهايه المطاف اذا نحن عم نخسر الشباب وعم نخسر هذا الجيل اللي طالع، طيب مين حيبقى بلبنان؟ ما نحن عم نكبر والجيل الشاب عم يعيش برا ويتعود على الحياه برا، يعني ما بقى عم يعون يكون عندهم في اذا بدك حب الوطن او التمسك بلبنان. فمشان هيك انه لازم مثل ما انا هلا فكرت لازم غيري كثير يفكر، وبعتقد في كثير عملوا هيك، انه جربوا مع كل الازمه البشعه اللي عم نعيشها اللي كانت نفسيه او اقتصاديه او مثل ما قلتي الوضع العام بلبنان من كل النواحي، كثير 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 شيء بيزعل نحن عم نعيشه، مثل كأنه في تشالنج كل يوم عنا من نوع الصبح انه انا اليوم عندي تحدي كيف بدي كمل هالنهار واشتغل وانتج وطلع مصاري، لانه انا عندي مسؤوليات، بالنهايه في عندي موظفين فاتحين بيوت مثلي مثل كتار، في عنا حياه بدها تستمر، يعني صرنا كل موظف بهالبلد او كل انسان مسؤول عن حاله، يعني الدوله ما كانه لها وجود، حتى الكهرباء صرت بدك تامنيها، المي بدك تامنيه، مزبوط، كل شيء، يعني ما في ادنى اذا بدك متطلبات الحياه ما عم بتساعد الدوله فيها. يعني ما حدا بيقدر يفهمنا وقت بنروح لبرا وبنخبر هذا الشيء اللي عم نمرق فيه، ما حدا بيقدر يستوعب نحن عم نعيش. نحن يعني تخيلي ما في كهرباء، يعني ما بعتقد انه هيدا ما في كهرباء ما في مي، انه اكثر من هيك ما بقى فيه. بقى ان شاء الله انا انسان نوعا ما متفائل بحياتي، بضل حاطط الشيء المنيح اللي حيصير وبشتغل على هيدا الهدف. كون صريح معي، زهير مراد يلي من هو وعمره صغير مسك القلم، كان يمسك القلم ويرسم، يمكن قبل غير فساتين وبعدين فساتين، واليوم وبعدين الإبرة اللي عم تمسكها وصلت للعالمية، بتلاقي أنه لو كنت قاعد ببلد غير لبنان كان عطيك أكتر؟ أكيد، إيه بعتقد، مش أكيد، 100%، لأنه صراحة أنا وزملائي إذا بدك المصممين الأزياء، عم بحكي عن المجال تبعنا، أكيد بمجالات تانية لبناني نجح بكل شيء، بس بمجال الأزياء نحن في كتير بلدان بالعالم ما كنت سامعة بلبنان،
في كتير عالم ما كانوا يعرفوا لبنان، مفكرين نحن يمكن بعدنا بالصحراء والجمل والخيمة وما بعرف شو. بالعكس نحن أنا برأيي الموضة هي إذا بدك بتعطي انطباع حضارة البلد أو قدي هيدا البلد متمدن ومثقف و... فلبنان من خلال الأزياء اللي أنا قدمتها واللي لبستها أهم نجمات هوليوود والعالم والكلاينتس تبعي اللي من جميع أنحاء العالم، هن كانوا مسج ممكن اندايركتلي إنه بس يقولوا للبنانيز ديزاينر، ما بيقولوا مثلا زهير مراد، لا زهير مراد للبنانيز ديزاينر. هذا الشيء كتير بيشرفني وافتخر فيه إنه من هالبلد الصغير بالشرق الأوسط يلي ما كتير هالقد معروف إنه قدرت من خلال هالفن أو هالمهنة يلي أنا بمارسها إنه أقدر أوصل للعالم وبأعطي هالقد صورة حضارية عن لبنان. بعد سنتين رجعنا عم نفوت على البناية اللي عندك وعم نشوف الورشة، يعني بعدها منشوف حدا من هون عم بيفوت وحدا عم بيظهر. أول لحظة رجعت فتت على البناية من بعد ما ترممت، شو حسيت؟ ما فيني خبرك السعادة، يعني أول يوم كأنه هيك قلبي رجع فتح من جديد، لأنه كنت عم بشتغل فترة سنتين بمطرح هيك مش حس حالي غريب، ماني مرتاح، يعني open space، كلنا هيك فوق بعضنا، محل صغير. أنا بحب أنه إذا بدك الأنتوراج اللي عم بشتغل فيه يكون مريحني نفسياً، يعني بحب أشتغل بمحل رايق نظيف مرتب، كل مين حتى التيم تبعي يكونوا مرتاحين، كل مين بمحله، لأنه بالنهاية لما يكون الواحد مرتاح بيقدر يعطي أكتر. فنحن كلنا مبسوطين، بتخيل كمان سعادتهم للأشخاص اللي بيشتغلوا معي أكتر مني كمان. الكل مبسوط، بس هالشباك يلي على كل البناية كل ما واحد يطلع وبيقول عم نرجع نتذكر وعم نعيش هذا البوست تروماتيك سيندروم وعم نعيش هذا الرعب، واليوم هاي كم يوم للأسف كمان عم نعيش رعب تاني إنه كل لحظة أي ساعة بدون يهروا الإهراءات وبدون ينزلوا وحتى برموا الصليب الأحمر على كلنا على كل بناياتنا تيقولوا لنا شو لازم نعمله إذا هروا الإهراءات. يعني كمان عم نرجع مثل قبل يومين ثلاثة من أربعة آب نرجع نعيش شيء بداخلنا يرجع يحرك لنا كل هالشيء. بعدك انت عم بتتأثر؟ بعدك مزعوج من جوا؟ يعني انا صراحة انت كل يوم وكل لحظة بهالمكتب او بهالمبنى، لانه مساقة بشباك دغري بيطل على البور، المنظر يعني بيضل يذكرك انه بالانفجار، بالضحايا، بالشي اللي صار، بالحادثة، بال يعني ما بتقدر تنسي. فياريت عن جد اذا بيصير شيء بيقدروا بيحولوه يمكن لمنطقة بيعملوها جاردان بيبليك، بيعملوها داون تاون، يعني يزبطوها بأسرع وقت، لأنه حتى العالم ننسى طول ما هالمنظر موجود. صدقيني العالم اللي عايشة هون ما حتنسى. هيدي بدها جرأة. أنا امبارح سألت السؤال وصار يقولوا لي بتسترجي تقوليها أنه أنت مع واحد يروح ينزلوا الإهراءات أو لا؟ أنا يمكن بقي أنه يمكن أفضل لنفسيتنا، أفضل ينمحى كل شيء هيدا، مش يعني نتذكر ما نتذكر الضحايا، بس أنه ينشال المنظر حتى ما العالم تضل تشوفه وتتأثر. يعني أعراض ما بعد الصدمة قديش صعبة؟ ما عم قلك أنا عشت شهر تقريباً كنت مثل بكوما، يعني ما كتير ما بستوعب شو صار معي وما بتذكر حتى شو صار معي، لأن كنت مثل واحد عايش بس نفس الوقت راسه بعالم تاني، يعني مثل بنجين كنا. حملة ريدريس لبنان يلي كنت عم بقول بالأول إنه بدي أتشكرك إنك قبلت نكون حاطين إيد بإيدنا، يعني إيدنا سوا كرمال الحملة. هي حملة طلعنا بالفكرة اليوم وقت اللي بنشوف بناية زهير مراد، ومش بس كبناية بس كشغل، يعني كمؤسسة زهير مراد ومؤسسة النهار وكل مؤسسات لبنان أو بيروت يلي تدمرت ويلي فيها كتير موظفين، ويلي بعدنا كلنا مؤمنين أنه لازم نكفي كرمال هالبلد. يعني كل موظف موجود إن كان بهالمؤسسة أو كان بالنهار أو بغير مؤسسات مؤمنين أنه بعد لازم يكملوا كرمال لبنان. اليوم نتمشى منشوف مدينة شبه مدمرة فاضية، أيام الليل بتخوف، غير انه هلا صار في حركه سياحيه. بنشوف هيدا القماش الازرق والاخضر يلي على هالبنايات ملفوفين، هالبنايات مثل المجروح مثل الحزين ناطرين تيرجعوا يتعمروا. عم نشوف كل هالاثار الانفجار يلي صار. اليوم ريدريس لبنان، لبنان بدنا نرجع
نعمره، نرجع نبنيه على بكل الأصعدة، إن كان بالمباني نرجع نقشع بيروت اللي معودين له، بالإنسان يلي لازم يرجع من جوا يرجع يبني حاله ويشد حاله ويقطع هالخوف وهالصدمة اللي عاشها الإنسان، إن كان على صعيد السياحي والثقافي والفني والتراثي. لبنان يرجع لبنان اللي بيشبهنا كلنا، لبنان الحياة اللي نحن بنحبه، نرجع لبنان اللي هو على العالمية مش يطلعوا فينا وفيك ويقولوا لنا حرام. صح. فشو بتقول عن هالحملة؟ أول شيء هي مثل رسالة أمل للشعب اللبناني أنه ما يستسلموا، شو ما فيهم يقدروا يرجعوا يشتغلوا تا يبقوا بلبنان. ريدريس لبنان أنه نحن كأنه عم نرجع نعمر لبنان، أو عم نرجع نلبسه توب نظيف، توب جديد، توب في أمل، مثل ما نحن لبنان المعودين عليه واللي عشنا فيه من سنين بأيام سنين الحلوة، أو مثل ما بيخبرونا من زمان أهالينا. بس حبيت من خلال هالمسج اللي عم نعملها هي أنه نخلق فستان استوحيناه من هالقماش الشبك بغلفوا فيه البنايات، يعني هو مثل إذا بدك المجروح المضمد وناطر مين أنه يتعالج لحتى يصح. ولم كنت عم تمشى أنا وياك قدام جريدة النهار وشفنا أنه حرام هالمبنى الأسطوري اللي كان معلم كتير مهم بالداون تاون، نشوفه كل الوقت مغلف هيك، يعني عن جد منظر كتير بشع. أنه ليش لا ما بنستعمل هاي القماشة تنقول أنه هي إذا بدك سيمبول للدمار اللي صار ببيروت، نرجع نخلق منها توب نظيف حلو مودرن بيشبهنا، بيشبه لبنان، بيشبه أناقة لبنان، سحر لبنان، جمال لبنان. أي اليوم إذا عم بتلبس هالتوب لبيروت، أي شيء بدك تخبيه؟ يعني إذا عم بتلبسه اعتبر بيروت اليوم قدامك إنسان مجروح، أي منطقة، أي بارتس بدك تخبيه؟ يمكن قلبها أكتر شيء، منطقة القلب، لأنه هي أكتر شيء المنطقة يلي فيها تبقى فيها زعل نفسي وجرح عميق بيطول ليشفى. زهير، اليوم اللي مشروع اللي عم نعمله ويلي كمان رح نكون مش بس عم نعرضه، في حملة من وراها، رح يكون في NFT 10452 وحدة على قد لبنان، عم نجرب نبيعهم افتراضيا، وهالمبلغ اللي رح نقدر نجمعه كمان رح نقدر نكون عم نساهم ونقرر نحن وياك لناس موجوعين، نحن نقدر نكون عم نساهم انه نساعدهم بقضيتهم. اليوم هالمشروع أكبر، هالمشروع له معنى إيجابي، معنى بالأمل، عم نفكر بالأمل ببكرة بمستقبل لبنان. وكمان اليوم أنت كنت مصر أنه نحن اليوم لازم نكون عم نتذكر هالوجع، يعني هيدا فستان مش بس عم بيرمز لأمل ووجع، كمان اليوم في ضحايا راحوا، ما لازم ننسى. مزبوط، ما لازم ننسى الضحايا اللي راحت، لأنه بالنهاية هو الأشخاص عندهم عيالهم، عندهم أولادهم، عندهم أهلهم، عندهم أخواتهم. بس نفس الوقت أنا بوجه رسالة لأهالي الضحايا أو للأشخاص اللي انضروا جسدياً ونفسياً من الانفجار، أنه يجربوا عن جد قد ما فيهم، بعرف أنه منا هينة، بس يجربوا يطلعوا لقدام بطريقة فيها بوزيتيفيتي، أنه الحياة بدها تستمر، ويقدروا وما ينسوا، أكيد ما ينسوا أبداً، ويضلوا راكدين وراء العدالة لحتى تتحقق بأسرع وقت ممكن، ما ينسوا الموضوع، بس نفس الوقت يطلعوا لقدام أكتر. كلنا لازم نطلع لقدام، وأنا يمكن أنت اللي عم تحكي مثل شيء وجع أنا عايشته صار لي 17 سنة. صح. واليوم للأسف نحن ببلد رح ضل أعطيهم أمل أنه بلا فيه عدالة ورح يوصلوا، لأنه يمكن الواحد بده يتمسك بأي خيط يقدر يكفي ويعيش، بس أنه واحد بعد 17 سنة أنا لهلأ ما كان عندي عدالة وما انعطتني عدالة. بس بدي أقول لك شغلة، آمني أنه في عدالة السماء، إذا ما في العدالة على الأرض عدالة السماء أكيد موجودة. هاي أهم شيء نقوله، أنه هاي عدالة السماء، ويمكن عدالة السماء مش بس لكل إنسان منا موجود بلبنان، عدالة السماء وقوة السماء اللي عم تعطينا نحن ناس نقدر نكفي. واليوم كرجل أعمال زهير مراد، كيف عم بيقدر يساهم أكتر وأكتر لإعادة نهوض لبنان وبيروت، وكيف عم بيضل ماسك هيدا العلم لبرا للعالمية، ويضل بعد أشخاص مثلك، يعني عم نسمع اسم لبنان بعد من وراء أشخاص مثلك، من وراء أشخاص مثلنا، كل واحد بالمجال تبعه عم نوصل اسم لبنان. غير هيك صار لبنان
شبه مش موجود. بتعرفي انا رابع يوم الانفجار كنت عملت تي شيرت الكل بيتذكروا اسمها رايس فروم ذا اشز، وما بقي سيلبرتي بالعالم ما لبستها. والمبلغ اللي جمعناه من بعد تقريبا شهرين ثلاثه وانفقدت بكل انحاء العالم كلها اعطيناها لمؤسسه خيريه بتساعد بعمار منطقه الكرنتينا ومرمخيل. يعني انا من اكثر الاشخاص اللي وين في عندي فرصه بقدر ساعد او عن جد ساهم اذا بدك بشيء معين من خلال مهنتي اقدر فيد الشعب اللبناني واقدر فيد لبنان ما بقصر ابدا. وين عندنا فرصه، وين في اوكشن بنقدم فساتين، وين في شيء منقدر نساعد، يعني قد ما بنقدر. بتعرفي الوضع نحن بظرف كثير صعب، مصرياتنا كلها راحت بالبنوك، تعب 20 25 سنه راح، رجعنا قعدنا بالاجار، البنايه تهدمت اللي بنشتغل فيها، رجعنا كانه عم بلش من الصفر، يعني صرنا عم نركض بايدينا وباجرينا تنرجع نطلع القرش لنرجع نعمر المبنى، ولما اقدر اقطع الموظفين اللي عندي اللي فاتحين بيوتهم كمان. ويعني الوضع كثير صعب، ما بعرف قد ايه الحكام تبع البلد قد ايه شايفين هذا الوضع منطقي ولوجيك وتركين العالم هيك، شيء كثير بزعل. قادر اليوم بعد تقنع شيء شخصيه عالميه تلبس شيء كرمال لبنان او لقضيه للبنان؟ يعني بعد عندهم هذا الشعور والاحاسيس للبنان؟ انا كثير 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 تفاجات وانبسطت كثير وتاثرت اذا بدك بالتعاطف اللي حصلت عليه من وراء النجمات بهوليوود وبالعالم كله، يعني مش بس بامريكا، كلهم تهافتوا بس عرفوا انه في قضيه انسانيه وسمعوا بالانفجار اللي صار انه ثاني او ثالث اكبر انفجار بالعالم والماساه اللي صارت ببيروت. ولانه انا علاقه وطيده معهم مجرد ما عن جد بعد ما عم كمل جملتي عن التيشيرت كانوا ثاني يوم لابسينا وحاطين البوستات وبلشت العالم تتهتف وتشتريها لحتى هالمصريات نقدر نجمعهم باسرع وقت. ف بعتقد كل شيء فيه مساعدات انسانيه او هيدا اكيد ما بيأثروا الفنانات. اليوم معنا هالحمله ريدريس لبنان، معنا هالفستان، كيف رح تجسده؟ هو عمل انساني فني في من وراء رساله امل لكل اهالي ضحايا الانفجار ولكل الاشخاص اللي تضرروا نفسيا وجسديا من خلال الانفجار، تنوصل لهم رسالة أمل. مثل ما قالت الفستان استعملناه من قماشة كتير بشعة بتذكرنا بالانفجار، جربنا نطلع من هالوجع هيدا فرح أو أمل أو على أمل أنه نوصل للعدالة بأقرب وقت ممكن. يا رب إن شاء الله.